أهلا بيكم تابعين قناتي قناة مصر الآن. مؤهلات الفنانين الدراسية بعضها سيصدمك. لا يحتاج الفن إلى شهادات أو مؤهلات دراسية للنجاح فيه، لذلك قد تجد بعض الفنانين بدون مؤهل وآخرين مؤهلاتهم الدراسية وصلت إلى أعلى الشهادات، فمثلا فيفي عبده بدون مؤهل، وكمان الفنانة الكبيرة نادية الجندي بدون مؤهل، والفنان محمد الشرنوبي معاه الشهادة الإعدادية فقط، أما الفنانة يسرى معاها الثانوية العامة، وكمان الفنانة علا غانم برضو ثانوية عامة، والفنان محمد رمضان برضو ثانوية عامة، والفنان الكبير عمرو دياب تخرج من معهد الموسيقى العربي، وكذلك الفنانة شيرين تخرجت من معهد الموسيقى العربي، أما جوز شيرين حسام حبيب بكالوريوس إدارة أعمال، والفنانة غادة عبد الرازق بكالوريوس علوم الحاسب الآلي، والفنان الكبير ماجد المصري ليسانس شريعة وقانون جامعة الأزهر، والفنان أمير كرارة بكالوريوس سياحة وفنادق، والفنان محمد فراج خريج كلية تجارة، وكمان أحمد العوضي بكالوريوس تجارة، وكمان سمية الخشاب بكالوريوس تجارة، والفنانة الجميلة نيرمين الفقي بكالوريوس تجارة، أما الفنانة ملكة الفوازير شريهان ليسانس حقوق، وكمان الفنان عمرو يوسف ليسانس حقوق، وكمان روبي ليسانس حقوق، والفنانة ريهام حجاج بكالوريوس حقوق، والفنانة ياسمين صبري بكالوريوس إعلام، والفنانة الجميلة مي عمر بكالوريوس إعلام الجامعة الأمريكية، ودينا الشربيني بكالوريوس إعلام، والفنانة حلا شيحة كمان بكالوريوس إعلام إنجليزي، والفنانة الجميلة مي عز الدين ليسانس أداب، وكمان الفنانة المثيرة للجدل دائما رانيا يوسف ليسانس أداب قسم اللغة الإنجليزية، أما الفنان أحمد عز فليسانس أداب قسم إنجليزي، ويوسف الشريف بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا، وكمان آسر ياسين بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا. وهنبتدي دلوقتي بالفنانين برتبة الدكاترة، ومنهم يحيى الفخراني بكالوريوس طب، وكمان محمد كريم بكالوريوس طب بشري، وكمان الفنانة صاعدة سهر الصايغ بكالوريوس طب أسنان، وكمان الفنان كريم فهمي بكالوريوس طب أسنان، أما الراقصة دينا فماجستير فلسفة، والفنانة الجميلة هند صبري دكتوراه في القانون، والفنانة الجميلة اللي ربنا يشفيها دلال عبد العزيز حصلت على بكالوريوس زراعة ثم حصلت على بكالوريوس إعلام، وكمان معاها ليسانس أداب قسم لغة إنجليزية، ومش بس كده، ده كمان دبلومة في العلوم السياسية. وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا ما تنساش تشترك في القناة من العلامة الحمراء اللي تحت الفيديو عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار على مدار اليوم.